وصلنا نور للمساحة القانونية. أكيد زينب، أسبوعيا عم يكون عندنا فقرة قانونية عم نحاول نسلط الضوء على أيوة فينا نقول شيء قانوني مهم الاطلاع عليه. اليوم رح نحكي عن دعوى تثبيت البيوع العقارية، ما هو عقد البيع، كيفية تثبيت الملكية، ما هي إشارة الدعوى، ومواضيع كثيرة رح نحكي عنها أكثر مع الأستاذة المحامية ميسم صلاح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. عم نحكي عن موضوع كتير مهم وشائع مثل ما حكينا تحت الهواء، وفي كتير من علامات الاستفهام. بالبداية خبرينا شو هو عقد البيع وما معناه قبل ما نبدأ بالتفصيل. تماما. هلا بداية نحن المفروض نعرف عقد البيع أو نعرف العقد بصورة خاصة. العقد هو توافق إرادتين لإحداث أثر قانوني معين. هذا الأثر القانوني بينشأ عنه إما التزام بنقل أو بإحداث أو بأي شيء بيتعلق بهذا الأثر القانوني. العقود طبعا إلى أنواع عديدة، أهمها هو عقد البيع اللي هو أكثر الأنواع العقود اللي شائعة بين المواطنين اللي نحن بنشوفها بالمحاكم بالدوائر الرسمية. عقد البيع هو دائما هو اللي بيكون يعني حيز كبير لإله صحيح. بالمسائل القانونية. تماما. فعقد البيع بالقانون المدني السوري هو يعني ينشأ عنه التزام من البائع للشاري بنقل ملكية معينة أو حق عيني معين أو حق مالي مقابل ثمن نقدي. هلا هاي النقل الملكيه لازم تتثبت بالدوائر الرسميه. هذا بدي اسالك عنه استاذه، يعني لما نقول بيع عقار فعم نحكي عن نقل الملكيه، لما تمام. نحكي كيف يتم تثبيت نقل الملكيه؟ لانه بالاونه الاخيره احيانا بنشوف مثلا سماسره جداد منتشرين، يعني عم يتم بيع بيت معين لاكثر من شخص، عم يوقع امام مثلا مشكله قانونيه كثير كبيره، مع انه يمكن هي امورها كثير سهله وسلسه وبسيطه، هو فقط تثبيت نقل الملكيه. نعم. هلا بالمبدا العام نقل الملكية هو أمر بسيط جدا، بس نحن في عنا حالات عديدة بيكون في عنا مشاكل لتثبيت هذا النقل الملكية. يعني ممكن يكون مثلا العقار مثل ما تفضلتي إنه منباع لأكثر من شخص، ممكن يكون العقار عقار كبير. تماما. ممكن يكون العقار عقار كبير وفي عدة مالكين، وهدول المالكين كل واحد بيملك حصة سهمية قليلة، فما بيقدر هو يفرغ للشاري شقة سكنية مفرزة. الشاري إذا كان عنده وعي شوي فهو بيقول لك إنه لا، أنا ما بدي أفرغ أسهم، بس أنا شاري شقة، كيف بدك تفرغ لي أسهم؟ فنحن هون بنحاول نلاقي له حل اللي هو بدعوى تثبيت البيع العقارية. دعوى تثبيت البيع العقارية عم تكون حل لكتير مشاكل، يعني كتير حالات بتواجهنا بالقانون ما بنقدر نفرغ بالسجل العقاري فراغ نظامي اللي هن من اللي الطابو الأخضر. فنحن بنلجأ لدعوى تثبيت البيع أولا لنحل مشكلة الطرفين، ثانيا لنحفظ حق الشاري، والأهم من هذا كله أنه نحن عم نعطيه حكم مبرم. هذا الحكم المبرم اللي بإيده للمشتري هو بمثابة حجة قانونية قوية، يعني ما أنه كتير بعيد عن الطابو الأخضر اللي هلأ بعد شوي بنشوف أنه هو بإمكانه فيما بعد أنه يفرغ لنفسه بمعزل عن البائع. يعني طب عقد تثبيت البيع واللي هو كتير مهم، وخاصة بوجود مختص يعني أو محامي حتى يحفظ الحقوق للطرفين. تماما. هلا دعوى تثبيت البيع قصدك انت انه كيف من 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 صيغة العقد؟ تماما، لحفظ الحقوق. تمام. هلا دعوى تثبيت البيع نحن بيتقدم البائع طبعا عن طريق محامي، يعني ما في هو يقوم بالاجراءات بنفسه، بيتقدم بدعوى للمحكمة المختصة. هي الدعوى إلى إجراءات عديدة. أول الإجراءات اللي بيقوم فيها هي وضع إشارة الدعوة. إشارة الدعوة هي من الإجراءات اللي كتير مهمة للمشتري، هي بتحفظ حقه شو هي؟ خلينا نعرف ماذا تعني إشارة تماماً الدعوة. تماماً. إشارة الدعوة هي تدبير احترازي، يعني تدبير وقائي مثل ما بيقولوا. الهدف من التدبير إنه نحفظ حق المشتري على هذا العقار، مشان ما يصير بعدين معه مشاكل، او ممكن يصير في عنا عده بيوع لنفس العقار، ممكن يصير في عنا عده دعاوى على نفس الشقه اللي نحن مدعيين فيها. فاشاره الدعوه هون بتعطي الحق للي له اسبقيه بهي الاشاره. فحق المشتري هون بيصير انه هو يتبع العقار بايد اي شخص انتقل له العقار. يعني ممكن مثلا لنعطي مثال يكون اقرب، ممكن شخص اشترى عقار وعم يفرغ له بالسجل العقاري، ونحن نحن بنكون ناظرين، يعني الدعوه منظوره امام المحكمه وواضعين اشاره دعوه على العقار. تمام. فهذا الشخص اللي اشترى وفرغ له، اذا نحن اكتسبنا حكم مبرم
لصالح المدعي اللي نحن رافعين الدعوة له، فإشارة الدعوة فيما بعد بتضمن له أنه هو إذا حصل على حكم مبرم بهذا العقار أنه يقدر يفسخ تسجيل اللي فرغ لنفسه لو كان أخذ طابو أخضر، إذا هو أثبت أنه أنا أخذت حكم مبرم بهاي الشقة وإلي إشارة دعوة قبل ما يفرغ هو، فهو بيفسخ تسجيل اللي شاري لنفسه وبيسجل له بمعزل عن البائع. يعني هذا الشيء بظن انه كثير تدبير يعني وقائي مهم الملكية لهيدا الشخص. خلينا نحكي في حال فقدان مثلا عقد البيع او تلفه، شو الاجراء اللي بيقوم فيه؟ اكيد يمكن يكون في نسخه بالمحكمه، شو الاجراء القانوني اللي ممكن يقوم فيه الشخص؟ هلا بالنسبه لفقدان عقد البيع نحن في عنا حالات يعني ممكن خصوصا هلا يعني تماما بحاله الحرب وعشر سنوات الحرب في كثير ناس خسرت اوراق قانونيه يعني غير الممتلكات والاشياء، في كثير من فينا نقول الاوراق القانونيه ملكيه بيت أكيد. عقارات راحت. هلا عقد البيع اذا انفقد من الشخص هو هذا ما بيعني انه هو فقد حقه. احيانا بيجي لعنا موكل بيقول لي انا راح ورائي وراح وكل شيء وراح وبيكون تارك اي تماما وبيكون تارك المحل او تارك الشقه وما عم يسال عنا. يعني احيانا بيقول لك انه والله انا من 10 سنين راحوا الاوراق وخلص راح البيت، لا ما بيصير هذا الكلام. يعني القانون موجود ليحمي حقوق المواطنين، يعني نحن ما عم نشتغل مثلا كان ما حدا اشتغل يعني بالقانون اذا والله انه لمجرد فقدان ورقه. بس فقدان عقد البيع له يعني خطوات حساسة، يعني نحن لما بدنا نقول إنه الشخص فقد عقد البيع ما فينا ندعي إنه أي شخص والله يجي يقول ممكن يكون عم يحتال مثلا هو أو عم يكذب بهذا الموضوع، فما فينا نقول إنه والله هذا الشخص فقد عقد البيع مباشرة بنرفع له دعوة وبنثبت له حكمه وبياخد حكم فيه. أكيد لا، فقدان عقد البيع لازم يكون إما لسبب أجنبي للي مالك هو العقد، يعني ما له يد فيه مثلا مثل انه هو حامل شنطه اوراقه وانسرقت منه الشنطه، او لسبب قاهر اللي هي الحرب اللي صارت، يعني في كثير عالم انحرقت بيتها او فقدت اوراقها، فهذا السبب هذا الوضع اللي صار هو يعتبر قوه قاهره يعني ما له علاقه فيه. بس طبعا لحتى تصير الدعوه لفقدان العقد لازم اول شيء يثبت انه هو كان معه عقد. بس ما بيكون في نسخه اخرى غير ممكن العقاريه؟ انا بعرف انه هلا المصالح العقاريه بتكوني وصلاني للمرحله الاخيره، يعني انت وصلاني للفراغ، ممكن يكون في نسخه بالماليه اذا كان المشتري واعي ولسه ما له فارق بالطابو او ما له عامل دعوه تثبيت بيع. في عالم بتشتري على بيقولوا لك على عقد بالماليه، ممكن كثير من الناس تستغلها. ليش ما بيكون تثبيت لو صار بين الشاري والبايع عقد قانوني فورا يتم تثبيته كصوره؟ هلا هون هذا اسمه جهل بالقانون، لانه في عالم انه بتقول والله انا ما حروح لعند محامي وتكاليف واتعاب وروحه وجيه وكذا، فلا انا وياك بنعمل عقد وخلص. يعني هلا هذا الجهل هو اللي بيودينا بعدين لمشاكل. عرفتي شلون؟ يعني مثلا انه من الاول لو انه المشتري جاي لعند محامي وساله عن الاليه ونظم له هو العقد صالح عليه مثلا بالماليه، وبعدين ليس ما تتم عمليه الفراغ. يعني انا ما عم اقول والله انه خلص صالح بالماليه وخلي العقد معك هيك، لا، يعني كمان المصالحه بالماليه هي ما بتكون قرينه كافيه، يعني انه نحن بنسجل العقد بالماليه لحتى يصير له تاريخ ثابت، لحتى يصير عقد ثابت، لكن فيما بعد بدنا نتابع الاجراءات لنكمل حق نكمل عمليات حفظ حقنا يعني. نعم، طيب يمكن مثل ما قلنا في كثير من الثغرات اللي عم يقعوا فيها الناس بعدم وجود محامي او مختص. خلينا نحكي اليوم عن اهميه الحكم المبرم واهميه الشاري ايضا، هي النقطه المهمه كمان. تمام، هلا نحن فيما بعد ما نسجل دعوه تثبيت البيع يعني اذا كنا عم نحكي بحاله فقدان عقد البيع اللي كنا عم نحكي عنها من شوي، لازم يكون في اجراءات عديده. يعني اول شيء نثبت عمليات الفقدان بشهاده الشهود مثلا، نثبت انه كان في وثيقه موجوده سابقا، ممكن اذا كان العقد موجود وما كان في اي مشاكل فنحن بدنا ندعي بصحه الدعوه تبعنا اللي هو وجود عقد وجود شهود على العقد. فلما لما بتتم اجراءات المحاكمه كامله بالدعوه وبيصدر الحكم المبرم لصالح المدعي، فهذا الحكم يعتبر هو حجه قانونيه ثابته بيد المدعي. يعني هو فيما بعد لما بياخذ حكم مبرم بيقدر انه هو ينتقل عن طريق دائره التنفيذ من المحكمه الى دائره العقود في السجل العقاري ليصار لتنفيذ العقد تنفيذ كامل يعني. يعني وفيما بعد بيقدر هو المشتري انه يفرغ لنفسه بدون ما يجيب البائع.
يعني هذا الشيء بيخليه بعد عن مشاكل كبيرة اللي هي مثلا انه ممكن بعض البائعين يبيع العقار وفيما بعد يمتنع عن انه تنفيذ العقد. تنفيذ العقد المبرم، هذا اللي بدي نحكي عنه بالختام ست ميسم، استاذة ميسم، انه كيف فيني انا مثلا بيع بشكل قانوني واحمي عقد الملكية اللي معي ضمن مثلا نقول يمكن ثغرات بيتم استغلالها من قبل بعض السماسرة عم نشوفها، وحتى احيانا ما عم نشوف محامي صادق مع صاحب البيع وصاحب العقار، فعم يكون في مشاكل فعليا قانونية كتير كبيرة. تمام، هلأ أهم من أنه نشوف محامي لازم يكون المواطن هو واعي بالدرجة الأولى للعملية البيع اللي بده يقوم فيها قبل ما يوصل لعند المحامي. يعني نحن بيجي لعنا الموكل هو شاري ومتفق مع صاحب العقار وعاطير عبون، وبعدين بيتذكر يجي لعند المحامي. صيغة العقد بيكون فيها بنود أحيانا تخفى تماما عنه تماما يعني المشكلة. هو يا أما بيتذكر أنه قبل ما يفرغ يجي يسألنا عن العقد، أو لما يوقع بالمشكلة بيتذكر أنه أنا بدي حل. فلا، هذا الشيء ما بيصير. أهم مرحلة بعملية البيع أنه لما المواطن بده يشتري، أنت معلي عذب حالك وانزل على السجل العقاري وعمل كشف على صحيفة العقار بس لتتأكد هذا العقار عليه إشارة دعوة، عليه إشارة حجز، عليه إشارة رهن، هاي كلها بعدين بتعمل له مشاكل. إذا أما في حال لقيت أنه والله صحيفة العقار نظيفة وأنت يعني أنه خلص رح تكمل عملية البيع، فالأفضل أنه نلجأ لشخص مختص بهذا الموضوع. يعني معلي أنه عقار قيمته عالية ما رح توقف معك أتعاب كتابة عقد مثلا، أنك تلجأ لمحامي يكون هو مشرف على كتابة العقد على البنود، ما يعني ما حدا يستغلك يعني. وغير عن يعني غير عن هيك أنا كمان بنصح البائع، يعني أنت كمان عم تبيع شخص وبترجع بتمتنع عن أنك تفرغ له، برجع ببيع شخص تاني، يعني هذا الموضوع ما سهل، فيما بعد رح يتعرض لمساءلة قانونية كبيرة. صحيح. ممكن يتعرض لدعوى نصب واحتيال، ممكن يتعرض لدعوى انه بيع ملك الغير بما انك انت بعت لاول شخص، فما في يعني ما بيصير تبيع لشخص ثاني. نعم، يعني معلومات كثير قيمه اعطيتينا اياها لليوم، وبتخيل يعني صار النور العقار كثير غالي، يعني ما رح حدا بقى يجازف بدون ما يعرف كل هالتفاصيل. نتمنى يكون في وعي لاي ثغره من الثغرات الموجوده بعقد البيع تحديدا، حتى أكيد. بصيغته بوجود مختص أو اللجوء لمعرفة تفاصيل هذا العقار. شكرا لوجودك أستاذة. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. الأستاذة المحامية ميسم صلاح، نتشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لك، يعطيك العافية.